جاتي، أنا وأبوك كتير حابين نعملكن حفلة عرس، وبدنا نعزم بيت حماكي كلهم ونشوفكم مجتمعين مع بعضكم. بدي نرجع مثل الأول، نرجع ننبسط ونضل سوا كلنا. شو الفايدة أمي؟ اللي صار صار ومشي الحال. حبيبتي، هيك أبوكي بيرتاح وبيطمن قلبه اتجاهك. ما في داعي أمي، الشي اللي راح ما عاد رح يرجع. أنا تجوزت خلص، هالحفلة ما رح تفرق معنا بشي أبداً، ومانا مهمة، ما إلا داعي.